بغمزي مني للبابا مثل ما بدي بيصير. أنا غنوجي تبيا، أنا غنوجي تبيا. فجأة مدري شو اللي صار، غنوجي وبدي اختار، أو بتوظف عند الناس أو بشحد عالبوليفار. بياعة أو سكرتير، أو مون ديو عقلي محتار، كيف بدي حب الزعتر، كيف بدي حب الزعتر. كانت اتروق كافية، كنت بمالي محتارة، كل شهر بغير سيارة، سافر رحلي بالربط أو بركب بالطيارة. ولما أعلنت الإفلاس بعتت يدي بخسارة، ما رحمت إيدي للناس، ما رحمت إيدي للناس، كنت ببقى جبارة. أنا غنوجي تبيا، أنا غنوجي تبيا. غنوجي وشو على بالي، بأمر عصغير وكبير، ما حدا بيوقف قبالي، لا أمير ولا وزير. بغمزي مني للبابا مثل ما بدي بيصير. أنا غنوجي تبيا، أنا غنوجي تبيا، أنا غنوجي تبيا. هل قد سؤالي بده تفكير؟ ما عم فكر، عم روّي حالي قبل ما احكي، تما نتخانق. قولي لي الحقيقة. أي حقيقة؟ أنت مع إنه بدك تنتقمي من أمي؟ شفت إنه بابا قدر أنعك، مشان هيك ما كان بدي إياك تجي تسهر معنا. لو أناني 100% ما كنت بعدك بتشوفيني هون. فإذا ليه السؤال؟ لأنه أناني 50%. ليه بيك بده يمنع علاقتنا مع انه قبل كان هو اللي عم بيطبقك تتقبلي تتجوزيني؟ لانه ثاقبت، قررت اعطيك شانس بذات اليوم اللي شرفتنا امك بزيارتها التاريخيه، واللي خلالها قالت لك ما بتقدري تحصلي على ضفره لابني. شو هالتعبير الفلجير؟ ولو صادر عن امك معك حق تعبير فلجير، كرمال هيك استفزك. انت عم بتجرب تستدرجني، بس انا مصر على كلامي. ذكريني فيه. اني قررت اعطيك شانس لاني حسيت اني محتاجت لك. بتعرفي انك اذكى بكتير مما كنت متخيلك، بتعرفي تلعبي على الوتر الحساس. يعني مش مصدقني؟ محتاجتي لي ماديا ومعنويا. سي فغي؟ فاذا ليه بعدك عم ترفضي مساعدتي وعم بتفتشي على شغل؟ هيدا بيأكد حسن نيتي. أنا محتاجت لك وأنت بتعرف قدي، ما في أقبل منك شيء قبل ما حس أني بحبك وبدي أقضي حياتي معك. شو؟ عجبك الرسم؟ ما فهمت منه شيء. طبيعي ما تفهم منه شيء، وقال شو مبرر قعدتي 5 سنين بالجامعة؟ بشو عايزني؟ بدي أطلب منك خدمة. تكرم عينك. هيك؟ بدون ما تعرفي شو هي؟ مهم انك تطلب. رح تخليني انغر؟ خليت وحده غيري تتجوزك وانا اللي رح خليك تنغر؟ مهم، شو هي الخدمة؟ بدي تكذبي على نادين اذا شفتيها. كذب عليها؟ ايه، ما تخبريها انه ظهرنا سوا بالمجتمع،
أنا قلت لها إنك جيتي لعندي لهون على المكتب مرة. شو فرقت معها هي إذا أنت قابل تنفضح بالسفارة؟ قلت لك رجع يهمني الموضوع، بعد سنة وباخذ ورائي. أوكي، بس ليه خايف تخبرها إنه في فترة بطل يهمك؟ بتعرفي بياخذ على خطرها، هي ضحيت وتجوزتني وأنا كنت رخمت شي على أهون سبب. بتعرف؟ ما بعرف ليه عندي إحساس إنه نادين عاملة قضية من قصة السفارة. لا، أنا بعيني شفت الشابين اللي إجوا من السفارة لعندها على البيت وراحوا لعند أهلي. ايه مزبوط. بعدين هي ليه بدها تعمل هيك؟ مقيدة حالها وما عم تظهر مع ولا شاب كرمال هالموضوع. ما بعرف. ميرسي عدنان، ما عملت لقلك؟ عملت، حطيته على مكتبي. روح جيبه وتعطى نشرب أنا وياك. خي شايفك مبسوطة اليوم، كان إلك فترة معصبة وزعلاني. خي تصلحت. اعطيني بس 10 دقايق بدي استمخ بالخبرية. بدك 10 دقايق تتفوت وترجع؟ رح اسرع قد ما في، ما تبلشي بالخبرية قبل ما ارجع. ولمين بدي خبرها عدنان؟ بونجور جوزي. مرتي في احكي معك بعد شوي لانه صاحبتي عندي. رويدا سلم لي عليا. وصل. بتسلم عليكي. مرسي. سلم لي عليا. وصل. هي كمان بتسلم عليكي. يا عمي يا ريت الزواج الحقيقي بيكون هيك، كانوا كل الشباب تجوزوا. ايه بس كانوا كل البنات بطلوا يتجوزوا. اوكي وما فيك تحكيني بعد شوي لانه عندي شغل. طيب بشوفك عشيه. ما بقدر، رايحه اسهر عند بنت خالد ست ابن عم جد بي. اوكي باي. يا عمي مدري شو بيصير لهالبنت، بتكون عم تمزح وتضحك وفجاه بتنقلب فوقاني تحتاني وبصير تبخسم. ايه هلا خبريني مع مين تصالحتي؟ مع مين قولك تصالحت؟ انا ومين كنت متخانقه؟ هي ومين كانت متخانقة يا عدنان؟ هي ومين كانت متخانقة يا عدنان؟ ايه مع شادي. فإذا بعرف انك متخانقة انت وشادي، بس مع مين تصالحتي؟ عدنان خد نسكافيتك واشربها بمكتبك احسن ما ادلقها على راسك. ارجعتي عصبتي، اغليه نتفة أسعين واشربي ميتن الصبح وعشية بيريحولك أعصابك، خصوصي إذا بتتصالحي مع شادي. سوري عدنان فشيت خلقي فيك. رقتي هلا؟ ايه. منيح، لأنه بدي أخذ رأيك بموضوع. خده. قولك تسرعت بخطبة صباح. ليه عم بتقول إنك تسرعت؟ حسيت حالك انه ما بتحبها؟ أعوذ بالله، كيف ما بحبها؟ شو انا ولد تغير فكري بموضوع جدي مثل هيدا؟ فاذا ليه عم بتقول انك تسرعت؟ بتعرفي انا عايش مع امي واختي وما بقدر اخذ بيت لوحدي، بس عندي اوضة نوم لوحدي. قولك بتقبل تعيش معهم بذات البيت؟ كان لازم تسألها هالسؤال قبل ما تخطبه. على كل حال ستة كانت تقول il n'est jamais trop tard pour bien faire. يا سلام شرحي لنا. It's better late than never. خيرا أن تأتي متأخرا من أن لا تأتي أبدا. إيه أنا بعرف شو يعني بالعربي. اسم الله عليها ستي كانت فلتي هالمرة. حكيها وعرض عليها هالمشكلة، إذا كانت حقيقة بتحبك تتفهم ظروفك. أنا ناحية حاطت إيدي بمي باردة. بس اوعى طماغيس. الو مين عم يحكي؟ عرفت لي صوتي عدنان؟
بلا، بس حبيت اتأكد ما تكون الواجة فريد. لا، أنا رنا. كيفك رنا؟ منيحة. صباح موجودة؟ على حساب عرفت لي صوت عدنان. عرفته، كيف ما بدي أعرفه، بس أنا بدي أحكي مع صباح. ولك أنا صباح. كيفك؟ ما عرفت لك صوتك، اشتقتي لي؟ يا ريت، بس ما عندي وقت حك براسي. أنا بيجي بحك لك راسك. معنى الحكي عدنان. فكرت راسك عم يرعاكي. عدنان، مثل ما قلت لك عندي شغل كتير، بدك شي معين ولا بس عم تطمن عني؟ بدي شي معين، بس كمان قلت بسمع صوتك وبتطمن عليكي، وهيك بضرب تلات عصافير بحجر واحد. بس شو هو الشي المعين؟ فيي اجي لعندك، بدي احكيكي بموضوع مهم. موضوع مهم؟ ما يكون بدك تحدد موعد العرس. لا لا، بعد بكير على العرس. الحمد لله. منحكي في بكره او بعد بكره، شو صغير؟ طيب عدنان، تعال على الساعه 3. خلص خلص، هالمره رح بقل بحثه وارتاح من كل القصه. ان شاء الله بده ينجرح ويعمل نزيف كمان. بكره عندي تصوير، بس شاف ستيليست صوري دغري وافق علي. يا شو مبسوطه، رح البس شي 20 روب لونج ورح ينشروا لي صوري على 20 صفحه بالمجله. صاحبتك رح تصير توب موديل مشهوره. بحاول ما اتكبر عليكي. صايره بتكتري حكي اكثر من عدنان. شو ارتكب شادي؟ ماشي، فيي روح اسهر الليله معك انت وطارق. الليله مش ضاهرين، بس رايحه اتغدى انا وياه. ماشي معي. مش عايزتك هلا، بدي مشاريع العشيه، لازم ابعد عنه قد ما فيي. لازم نام بكير لبكره يكون وجهي مرتاح للتصوير. هلا بعد الغدا رايحه اعمل ماسك وبيلينج ومساج تكون ريلاكسي. قد رح تكلفك كل هالقصص؟ 270 دولار. وقد رح تقبضي من جلسه التصوير؟ 270 دولار. فاذا ليه عم تعذبي حالك؟ ما انا هلا عم بزرع مشان بعدين. فجل او بصل؟ ما قلي جدتك انت اليوم بدك تروحي تتغدي معنا؟ ايه او لا؟ ان شاء الله تقولي لا. لا لولو بتموهي شوي في اللبن. ليه مستعجله؟ لانه بكره عندي جلسه تصوير ولازم اعمل مساج وغيره. جلسه تصوير؟ ايه خبرتك عنه. بدك تكوني خبرتي شي رقم تاني. لا انا اكيد اني خبرتك انت. ما معقولي انسى شغله مثل هيدي. اوكي، رح أعرض أزياء المصمم عادل سمرة بمجلة شيك. تياب للبر أو للبحر؟ للفضاء. نقيتي شو بدك تاكلي؟ رح أخذ سلاد ليضل جسمي سيمفاتيك لبكرة. وإذا قلتلك ما بدي تعملي هالشغلة كلها؟ أي شغلة؟ عرض الأزياء وغيره. ليه؟ ما بحب تنعرض صور خطيبتي بالمجلات ولا تعرض جسمي على البوديوم. ما أنا مش رح أعرض جسمي، رح أعرض تياب حلوة لمصممين مبدعين. مع احترامي لإبداعهم، بس خلي غير خطيبتي تعرض لهم تيابهم. عم بكتشف فيك شغلة مش حلوة. شو هي؟ منك سبور وكول. مش أحسن يكون الواحد هات من إنه يكون كول؟ ومنك مهضوم. قلتلك ما بدي تعرضي أزياء. وكمان منك ديمقراطي. مبلا، أنا قلتلك رأيي وانت حرة. انا رح ضل اشتغل بهالدومين لكن لقيت وظيفة تانية. وطمن بالك ما رح طول فيه، لانه عمري ما بقى يسمح لي، صرت فوق السن. وكيف قبلوا فيكي؟ كذبت عليهم، قلت لهم عمري 20 سنة، مع هيدا وكله قالوا لي ليش طولتي تبلشتي. في اعرف انت كيف بيفرص راسك؟ شو بصير لك تبتنقل ببندقة او التانية؟ ليه؟ ما بعرف، انت قولي لي ليه؟ شو عملت؟ تلفنتيلي عم تضحكي وتمزحي وفجأة انقلبتي وصرت تتلقمني. بشو تلقمنت؟ ما بقى تتصل لأني رح كون كتير مشغولة. ماني شايف شغلك مقتل بعضه. كان مقتل بعضه، هلأ فوتوه على الحبس.
منو هيدا راح تسهري عنده ليلى؟ هيدي مش هيدا. رجعي اشرحي لي مين بتكون. سوري ما بقدر ارجع افسر لك قصتها طويله بنبح. لانها اصلا مش موجوده. هيدا عذر عم تعطيني اياه حتى ما اجي اسهر عندك الليله. ليه بدي اعمل هيك؟ ما بعرف انت قولي لي. يي علينا على بكره الظهر، ما في الواحد روح يسهر عند قرايبينه؟ انه يعني بدك اياني اقعد بالبيت كل الليل تكون طبيعيه؟ يعني انت مش منرفزه من شيء؟ لا ليه بدي نرفز؟ انت عم يتهيأ لك. ولا زعلانه مني؟ ليه بدي ازعل منك؟ عامل لي شيء؟ ما بقى اعرف، ضلني خايف كون زعلتك بشيء بدون ما انتبه. لا ما زعلتني بشيء، وتأثبت لك اني مش زعلانه رح الغي السهره الليله، قصدي رح اجلها واسهر معك، ومش بس هيك، رح اطبخ لك ثلاث انواع طبخ، بطاطا مسلوقه وبطاطا مقليه وبطاطا مشويه. ميرسي. انتي ما رح تشربي معي؟ صرت شارب كتير اليوم. ايه ما لازم الواحد يشرب كتير قهوة لانها بتوتر الاعصاب. يا ريت بتفوت بيلب الموضوع عدنان. شفتي انه اعصابك موترة لانك كترتي كتير قهوة. ليك عدنان روقي روقي، خدي نفس عميق. خي ارتاحت اعصابي. ليه انت كمان موتر؟ لا بس زياده الخير خير. شو هو الموضوع المهم اللي بدك تحكيني فيه؟ ان شاء الله تكوني انوعة بالحياة وترضي بالموجود. ما فهمت. مثل ما بتعرفي امكانياتي المادية متواضعة، انا عايش من معاشي ومن قرشين بطلعن من هالرزقات بالضيعة وبتقاسمن مع امي. عموقة بكرة بالموسم بدوق كتيناتنا وعن بيتنا طعمتن مثل السكر. عنا تين أحمر، تين أبيض، عنب أحمر، عنب أبيض. هلأ أنت جاي تشرح لي عن بيتكن وتيناتكن؟ لا بس سيري وانفتحت الغايتو. أنا ما بقدر اشتري. إيه وعنا كمان عنب بيتموني، وهيدا العنب الصغير الحبته الحلوة الغايتو. مجبورين أنا وإنت نعيش مع أمي وإختي بزيت البيت. الحمد لله. لا عدنين كله ولا هيدا، أنا ما بقدر عيش مع حدا، بدي بيت إلي وحدي حتى ولو كان أوضة، هيدا حلمي من أنا وصغيرة. وإذا ما قدرت دبرت بيت بيكون ما في نصيب. نادين قالت لي شي. شو قالت لك؟ شي. شو قالت لك نادين عدنان؟ قالت لي إذا كانت صباح حقيقة بتحبك بتتفهم ظروفك. لازم الإنسان يشغل عقله، كلنا سمعين أخبار الحما والكنة. إلا أمي مرة مسالمة لآخر أجو رايقة مثلي أنا، كلهم بيقولوا إنها بازقتني من تمها. الله يساعد بيك. نعم عم بمزح، متأسفة عدنان، ما حدا بيقعد مع حدا هالايام. افتح بالمفتاح. لك استعمل مفتاحك، شو قصتك؟ على اساس رنا مش جاي، مين معقول يكون؟ صرت فتش وين في مفتاح، لا بالبيت ولا تحت الزريعة. أي زريعة؟ ما هيك، ما في زريعة. فكرتك شادي. صلحة مباركة. بك شي جاي بهالوقت؟
كنت بالبيت عم جرب نام، ما كان يجيني نوم. الساعة 7:30 عدنان. شفتي؟ مقلق. ما قبلت صباح تسكن مع أمي وأختي. إيه تصطفل، هي الخسرانة. بس أنا بحبها لصباح وما بدي سارة. ستي كانت تقول القناعة كنز لا يفنى، بدي أفهم عشو عم تتكبر صباح، تشكر ربها إنك اطلعت فيها وقبلت تتجوزها. بلكي بتقدري أنت تطبقيها. سوري عدنان، هيدا الموضوع بقدر أتدخل فيه. تقوم توافق وبعد الزواج تبلش دبي وعصر هي وامك وبتلوم تنسعتها لإلي. اسمع مني عدنان، شو بدك فيها؟ انا بكره بعرفك على بنت اداميه ومنيحه وانوعه، بتحبك لشخصك مش لبيتك. بس صباح بتحبني. لو كانت بتحبك ما كانت بتقبل تخسرك كرمال تفاصيل صغيره. لازم فك خاطرك. بشوفك بكرة. افتح الباب طريقك. صلح مبارك. ميرسي يا عدنان. شو بو عدنان زعلان؟ لحرام، مفكر انه صباح رفضت تتجوزه لانه بدي اقعدها مع امه، وما حدا له قلب يقول له انه ما بدها تتجوزه لو بده يسكنها بقصر. بحبها وما بتحبه. ايه بيقهر الحب من طرف واحد، ما هيك؟ وشو عرفني أنا عم تسألني؟ هاي صباح، وين بابا؟ بأوضته، ما قام اليوم من تخته، أنا خايفة عليه. أكل؟ تروق بيضة وتغدى موزة. ما سألك عني؟ لا. لهالدرجة زعلان مني؟ حزاري من اجى لعندي اليوم ونهيت القصه معه بدون ما اجرحه. كايت، كيف نهيتيها معه؟ هو اعطاني الحل، بس نسيت اعطيه المحبس، بتعطيه انت؟ سوري، اول شيء مش فاضي، ثاني شيء هيدا موضوع ما بيخصني ومش راضي عنه. انا بحبه لعدنان وبفتكر انك عم تغلطي. ما تفقسيني، انا ما صدقت كيف خلصت من هالقصه، خليني مبسوطه. اوكي، طلعي لي سلاد على الاوضه لانه بدي اخذ دوش واتعشى ونام. بكرة عندي وعي بكير. بس جوع قلبي. بشك اني رح جوع. ليه؟ تعبان، فضل روح على البيت. فكست سهرتي كرمالك، بدك تتركني لوحدي؟ قلت انك عيطتي علي؟ كنت مقهورة عدنان وانت فتحت لي جروحاتي. اللي بيشوف ردة فعلك بيفكر انه انت اللي مغرومة. شو قلت؟ ردة فعلك كان مبالغ فيها. عدنان قربت وشفته مقهور وانا انسانة حساسة مش مثل هونيك ناس. شو قصدك؟ انه انا بلا احساس؟ انا قلت هونيك ناس، ما قلت انت بلا احساس. ما بدك كثير ذكاء لينفهم انه اللي بتقصديه هو انا. انت ليتك عاطلة وانت ما بقى عارف كيف اتعامل معك. تلعب طاولة؟ ايه. هاي. وينك؟ تختي. بكي شي؟ لا، قلت لك لازم نام بكير ليكون وجهي مرتاح بكرة. لا ما قلتي لي، مثل العادة قايله لحدا تاني ومفكرة انك قلتي لي إلي. قلت لك بعد الظهر انه ما رح اقدر اتعشى معك الليلة لانه لازم نام بكير. بده يكون حدا غيري عزمك. انت دايما بتتهمني هالاتهام، لعلمك انا ما عم رد على حدا، انا انسانة مخلصة، ما بظهر مع اكتر من شخص بوقت واحد. لازم صدقك؟ أكيد لازم تصدقني. يعني ما رح شوفك الليلة؟ ما فيي. أوكي، good luck for tomorrow. ميرسي. وإنت شو عامل الليلة؟ ليه عم تسألي؟ هيك حشرية. بلكي بستغل الفرصة وبنام أنا كمان بكير. بركي ولا أكيد؟ عم بسأل هيك حشرية. حتى لو عم تسألي عن غيري ما عندي مانع. ما عم بسأل عن غيري، أنا ما بغار. مثل ما بدك. أنا ما بغار. طيب صدقتك. أنا بعكسك، بغار كتير. لاحظت هالشي. بيزعجك هالشي؟ شوي، وإذا زيد عن حده بيصير بيزعجني كتير.
رح حاول خليه ما يزيد عن حده. بونوي. بونوي. صباح، وين صارت السلاد؟ يلا مس رنا، مصور ناطر. غير الفستان والكوافير بليز. هيدا اخر فستان، بعد في غيره؟ لا ديو ميرسي، لانه هلكت. مرحبا، كيفك؟ كيف طالعه بالتصوير؟ منيحه. حضرتك خطيبه؟ ايه. رنا ناطره مستقبل كثير مهم بعالم الموديلينج. عن جد؟ الحمد لله. كنت عتلين هم ما يكون عندها مستقبل. شو هيك مش كتير مبسوط بالوضع؟ لا لا، مبسوط كتير بالعكس، بس مستغرب. بعرف انه معدل عمر التوب مودلز من 16 ل 26، رنا فاتت ب 30. مش عم بفهم، رنا عمرها 30؟ بتكملهم بقابل جاي. قلت لنا انه عمرها 20. فعلا هي ما بتعطي اكثر من هيك. اذا غيرت فكرك وما بقى بدك تعرض لها صورها بالمجلة، أنا بشتري منك الصور وبدفع كل التكاليف. هيدا كارتي، وبفضل إذا ما بتقلها أني كنت هون. ما رح نقدر نكمل اليوم، جان تعبان وراسه عم يوجع. لا ما كنت غيرت فستاني وغيرت الكوافير. ما عليه، هيدي ضريبة الشهرة. ايمتى فينا نكمل؟ بكرة؟ ببقى بتصل فيك. ما في زوم، رح اشوفك بكرة بالاجانس. ما بعرف إذا رح يستقبلوكي بالاجانس، بس يعرفوا رح أقول لهم إياه. بك شي توني؟ ايه مزعوج، حس إنه حدا استلمنا. عم تقصدني أنا؟ لأمتى كنت بفكرة إنك رح تغشينا؟ ما كنت رح تنجبري قريبا تعطينا باسبورك تنعمل لك فيز، رح نكتشف عمرك الحقيقي. كيف عرفت عمري الحقيقي؟ نحنا ما بينخاف علينا شيء. زعبرت بخمس سنين، ما بدك كل هالقد. زعبرتي بعشر سنين. شو؟ معلوماتك غلط، أنا عمري 25 سنة. عمرك 30 وبتكمليهم بقاب. لا عمري 25 سنة وهلأ فاجيك التذكرة. خليها تفوت. أحمد أنت رجع مكتبك وهلأ برجع ببعت وراك. هذا أبو شي؟ ماشي مهم. بكي شي؟ رنا ما لي حظ بشي، كل ما اشتغل شغله بيصير شي بخربطها، مع انه بكون عم بشتغل بكل حماس وتفاني. شو صار؟ فضحوا لي عمري وخربطوا المشروع. ما بقى يحطوا لي صوري بالمجلات، اللي كل النهار بلبس فساتين وبغير موديل شعر ومكياج. ما دفعوا لك مصرياتك؟ لا، لأنه كذبت عليهم. بس لو بعرف كيف فضحوا لي عمري. بس مجبورين يدفعوا لك حقك. قال لي شكري ربك ما رح دفعك حق الأفلام وأجرة الفوتوغراف. سوري حبيبتي. هلا بدي أرجع فتش عن شغل عن جديد. رنا، ليه ما بتشتغلي بالمعمل؟ بالنتيجة المعمل رح يكون لإلك بعد عمر طويل، ورح تنجبري تديري أو تسلمي لحدا غريب يدير لك إيه. هيك بتتعلمي وبصير عندك خبرة، وبتكوني بنفس الوقت عم تشتغلي وتطلعي مصروفك. ما أنا اللي منعت بابا يشتغل فيه، صفي أنا عم بشتغل فيه. لما قلتي له لبابا ما يشتغل فيه كانت الظروف مختلفة. بركي أمك عرفت وجد كحتتني. تركي أمي علي. فكر بالموضوع. باي. لوين؟ نقيت عليك، هلا بدي روح نق عنادين. بشوفك الليلة؟ أكيد، ما بقى في لزوم نام بكير وقوع على كون فريش اي بامبانت.
عفوقة صاحبك أحمد مجوز؟ أحمد؟ لا ليه عم تسألي؟ قل له خليه يجي معنا الليلة لأنه نادين جاي معنا. ما تكوني مفكرة تشتغلي هالشغلة. أي شغلة؟ إنك تدبري عرسان. ليه في هيك شغلة؟ لا 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 لا. إن شاء الله ما أكون غلطت غلطة كبيرة. ربحتها دقين فرنجية ودق محبوسة والعيد. لين البنات اللي بيعرفوا يلعبوا طاولة؟ أنا معلمة. كانت تقعد تتفرج علينا أنا وخيّة نسيم لما كنا نقعد نلعب وحبت إنها تتعلم. في تاريخ بيناتكم؟ أنا ونادين إيه؟ تاريخ أطول بكتير من التاريخ اللي بيني وبينك. ومتفاهم أنت وياها أكثر ما كنا متفاهمين أنا وياك؟ كنا متفاهمين كتير قبل ما نتجوز. كان عنا الاهتمامات زيتون، الهوبيز زيتا. تغيرت ما بعرف، بلكي لأنه صرنا عم نشوف بعضنا كتير، صرنا عم نتخانق أكتر، أو يمكن لأنه الظرف بيعصب. شو بعرفني؟ ملاحظ أنه لك ساعة عم تحكي عنا. أنت عم تسأليني وأنا عم جاوبك. كل شي سألتك يا شو عملت مبارح؟ طيب خلينا نحكي عنك هلأ. أنت شو عملت مبارح؟ رحت على السينما وحكيني رضوان ساعة وفتت نمت. أي فيلم حضرتي؟ فيلم توم كروز. شو اسمه هيدا؟ حلو الفيلم؟ اي ما بو شي. بلكي الليلة بروح بحضره أنا ونا. ما قلتي لي شو حكيتوا أنت وخطيبك؟ جاي جمعة. جاي جمعة ولا جاي الجمعة؟ جاي الأربعة وبيقعد جمعة. يعني ما رح فيه يشوفي بهالفترة. ما فيك تعيش بلاي يا جماعة. حاول. بونجور عدنان. لو ما كنت زعلاني أصلا كنت زعلتلك. ما عليه، أصل النية. خبرتك؟ شو بدك تعمل؟ ما في نصيب. يعني انت موافقة معها؟ اكيد لا، وحتى بهدلتها. وشو قلتي لها بالضبط؟ قلت لها حرام تخسري شاب مثل عدنان كرمال بيت. تعرف لو انا بعدني غنية كنت انا اشتريت لكم بيت. ما بحب تشتري لي بيت، انا بحب عيش من عرق جبيني. البنت اللي بدها تتجوزني بدها تقتنع تعيش حسب إمكانياتي. أنت إنسان محترم عدنان، ونيه للبنت اللي بدها تتجوزك لأنها رح تكون أسعد بنت بالعالم. بس ما رح تكون صباح. ما إلها حظ. نادين عندها حدا؟ ما انتبهت، ما بفتكر، بس خليني أتأكد. لا لا ما علي ما علي، أنا بتأكد. اللي من الصبح عم بتصل فيكي خطك مسكر، كيف كان التصوير؟ شو في؟ شو صار؟ كحتوني. ليه؟ عرفوا اني كذبت بعمري. لحقوا يعرفوا؟ اكيد حدا فسد علي. مين بده يفسد عليكي؟ يا ريت بعرف تأخنقوا بيدي. حدا غيران منك. بس انا ما خبرت حدا الا انت وطارق وصباح. بلكي في بنت بالأجانس بتعرفك وبتغار منك وفضحتك. اكيد هيك. ان شاء الله يا رب تصحت على شي اجرة موزة وتكسر اجرة. ولكن إن شاء الله تتفركش على الدرج وتكسر رقبتها. إن شاء الله توقع على البوديوم ويضحكوا عليها الناس. إن شاء الله تعمل شي عملية تجميل وتتشوه مثل ما عم بصير هالأيام. طارق فياض عرض علي اشتغل بالمعمل. مرقت لعنده قبلي؟ مكتبه قبل مكتبك على طريقي. هيدا أحسن عرض تقدم لك من وقت ما فلست لهلا. إذا استثنينا عرض الزواج اللي عرضوا عليك. وبركي أمه عرفت وإجت كحتتني. ما حضرتها معتبري المعمل مثل الفيلا ملكها. هو ما بخليها تشحطيك. اجتني فكرة رح تحل كل المشكلة. فكرة شو؟ بدي روح اعرضها على صباح. قل شو الفكرة بالاول؟ بقلك ياها بس ارجع. مش مصدق خبرها لصباح. بدها تطير من الفرح. بتخليني روح
مشوار الطريق وبرجع. شو قولك الفكرة؟ إن شاء الله ما يكون لي حل قصة البيت؟ أكيد هيك، لازم نلحقه، أكيد هالمرة صباح رح تنفلق وتقول له الحقيقة. ماشي. عدي. ابن أصل، كنت رح أحكيك إلا بتيجي تعطيك المحبس. ما في لزوم تعطيني إياه، لقيت حل لمشكلة البيت. شو؟ معك حق تستغربي، أنا نفسي كنت قاطع الأمل. وكيف رجعت ربطته؟ بنك الإسكان. شو بو؟ بيعطينا قرض طويل الأمد وبدفعات صغيرة، رح اضطر بيع شقفة أرض تدفع أول قسط. بس ما علي، مستقبلنا أهم من كل شقف الأرض. يا عمي منين اجتني هالمصيبة؟ عدنان، أنا ما بحبك وما بدي أتجوزك. من أول يوم عم جرب فهمك، بركي بتتركني بالمعروف، ما كنت تفهم. ما فهمت. شو هو اللي ما فهمته؟ أنت ما بتحبيني؟ لا. ولا بدك تتجوزيني؟ لا، وأنا فايدة جيب لك المحبس. شو عامل الليلة؟ مشي تعبان ورايح نايم بكير. حضر حالك على 9، رح امرق عليك. هاتك ما سمعتني، قلت لك سمعتك. شو هيدا امر؟ رح تشكرني عليه بس تشوف نادين شدياء. مين؟ جمال خارق. زكا هضمني. عم تستلمني؟ عشية بتحكم. عن جد عفيني من هيدي الشغلة، لأنه من وقت ما رجعت من دبي بعد ما نمت ولا ليلة قبل نص ليل. بعتذر، ما في عفيك. رنا طالبة وجودك بالاسم. كنت بلشت خطط كيف بدي اقتلك، قالت لي انه بدها تعرفك على صاحبتها، كتب لك عمر جديد. تؤمر الست رنا بس تكون راضية عنا. لهلا راضية، الله يستر من بعدين. ظاهرة؟ ايه؟ عند ابن عمي خالة سلفة ست جدك؟ رايحة أسهر عند عدنان، حرام حالته بالويل، تركته صباح. عن جد حرام عدنان. كنت جاي أعزمك على السينما. رويدة حضرت آخر فيلم لتوم كروز وقالت لي إنه حلو. وين شفتها لرويدة؟ إجت لعندي على المكتب مثل العادة. صارت لقاءاتكم يومية. يوم الأربعاء جاي خطيبة، على جمعة ما رح أعود شوفها. وبكرة بس تجوز رح تبطل تشوفها على طول. لوقتها الله بيفرجها. بتعرفي؟ صايرين بس كون انا وياك كل حديثنا بيكون عن رويدة، وبس كون انا ورويدة كل حديثنا بيكون عنك. شو بتحكوا عني انت ورويدة؟ بخبرها انه دايما انت خسرانة معي بالطاولة. خبرتها لما اتخانقنا انه كنا متخانقين؟ وي. خبرتها ليه اتخانقنا؟ يس. شو قلت لها؟ اتصلي بعدنان بلكي بيروح معنا على السينما، هيك بغير شوية جو. شو قلت لها؟ قلت لها انك صايرة ما بتنطقي وبتنرفزي على اقل سبب. وبس تصلحنا شو قلت لها؟ قلت لها انه مجبور ارجع صالحك كرمال الجنسية ما اخسرها. عم بمزح. لا مش عم تمزح.
صار لازم فل. ما بدك تتصلي بي؟ ما بفتكر عدنان إلو جليد يروح يحضر سينما بالحالة اللي هو فيها. اعتبر حالك ببيتك، ما تنسى تسكر الباب وراك. خبرتك رنا انه رح تشتغل بالمعمل؟ خبرتها انه بعدني عم فكر. وشو جاوبتيها؟ انه عرض مغري. شفت احمد انه ما كنت عم بستلمك؟ ما اعطيتها حقها. ليه؟ شو قال لك؟ بس قال لي انه جمالك خيره ومهضومه وذكيه. معك حق، ما اعطيني حقي. وانا شو خبرك عني؟ لا هلا فتنا بالخصوصيات، انا ما بقى لي حق احكي. شوقتني اعرف. سوري بس مش رح تعرفي مني. طارق قلو خبرني. هيك عم تحرجيلي موقفي انا وطارق. انا بقلك شو قلت له، اني مغروم في دنيا، اني بنام عم فكر فيكي وبوعى عم فكر فيكي، وبين النوم والوعي بفكر فيكي، اني بحياتي ما حسيت بهالشعور قبلك. هودا نقطه ببحر يلي قال لي اياه عنك. لا ما تخبرنا، لانه انا دمعتي مهدية هون، انا عايشه على امل انه شاب يقول لي هالحكي. اللي بعد ما حدا قال لك اياه؟ شفت هالشباب شو عميان؟ الحمد لله أنا مفتح. تفضل. عمرها 25 مش 30. شفت تذكرتها، كمان كبيرة بس كانوا بيمروا الصور، باين كتير حلوة. شوف فعلا حلوين. المصمم محدا من العمر كان مصر ينشرهم، اضطريت اخلق له اعذار وحجج. تقدرت اقنعته، كنت مضطر اتعامل مع اغلى توب موديل عنه، ومضطر ادفع له 3 مرات زياده عن اجره رنا. بالمختصر المفيد قد ايه بدك؟ $5,000. بدي اتاكد انه نيجاتيف موجود. مرسي. لازم. مع السلامه. هيدا اللي كانت رح تتعامل معه رنا؟ كنت ندمان على عملتي، بطلت